أنا والد علي منوع علي في عناد، الله يهديه شوي، الدنيا مخلي من العناد، كب العناد يا أبوك منك، خليك مثل ما راني أوصيك قبرتني، عدنا بكرة. أنا والد علي منوع علي في عناد، الله يهديه شوي، الدنيا مخلي من العناد، كب العناد يا أبوك منك، خلك مثل ما راني أوصيك قبرتني. والد علي بن مناحي ينتقد علي، تعاندهم؟ قلت لك ابوي عاندته في المدرسة، بس غيره ما عاند. انا انسان كان احب المدرسة، دراسة دي ما احب، فحصل بيني وبينه كذا موقف اني اداوم اطلع من المدرسة أرجع. مرة طول العمر قومني للمدرسة، قمت صليت أو قومني للفجر، قمت صليت الفجر، قال العتار ادرس. قال لا تدرس، لا ترك، انتظر لين تدرس، افطر معي، تشوف انا في النوم راح ارقد. اجي وقت المدرسة ان شاء الله العصر. ابوي طبعا دايم يروح قبل لا اطلع المدرسه. فذاك اليوم جالس ينتظر لينا يبيني اروح. جاني قومني قال قم من دوام، قلت ابشر. المهم ولا قمت. ثاني مره جاني قلت يبا ما عندنا شيء في الدوام. كيف؟ قلت ما عندنا دوام اخويا، يمكن ما يدوم منهم الا 3 ولا 4. خلاص خليك الخامس معه. تبشر خلاص انت راح، ما يصير في خاطرك كذا الطيب. وهو راح وانا شغل مكيف وطفي النور واركت. المهم يمكن خليت ساعتين كذا لو الباب ينفتح بقوة، انا سمعت صوت ابوي الله يطول عمره يكح يكح علي، يا ربي يطول عمره يخلي لي يشفيه ان شاء الله. فكحته قوية يعني بسمع، حتى لو انا راقد اسمع. فهو يفتح الباب كح، أنا صحيت خوفا منه وإني كاسر كلمته داوم ولا داومت. فلا قمت من الفراش، سويت نفسي راقد. علي علي ما عاد حكيت، عاد ضربني برجله أنا على صدري الله يطول عمره. أبي أخذ النسيم، ما عاد قدرت أتنفس، ما عاد قدرت من قوة الضربة. أظن أغمى علي وما أدري إيش، لهم كب علي ما صحاني ودان المدرسة. وبعدها أخذ عنك فكرة أنك عندي. وشوف أنا عنده في أشياء ما أدري كيف أقول لك. قول إحنا نسمعك. مثل ذا الحين يا طويل العمر، أنا ذا الحين عندي شغلة ولا شيء، قال روح خلص هذا الحين. طيب يبا أنا ذا الحين عندي شغلة أهم منها، قال لا روح خلص هذا الحين. ابشر واروح اخلص الشغله اللي انا ابي، بعدين اروح اخلص الشغله اللي هو يعني هي كلها الاشغال كلها لي. يقول خلص لي بعدين اروح اخلص لي، اروح اخلص لي بعدين اروح اخلص لي. بما ان دي يعني زي ما تكون مكتب خدمات وكذا بيقفل، ولا بنك ما مقفل يعني بيت الصلاه بيفتح 3 الظهر، فاروح اخلص المكتب الخدمات واروح بعدها البنك. فيقول لا روح للبنك بعدين روح الخدمات. هذا عنادي معه بس. متى تترك طيب العناد؟ ما هو ابوي الله يطول عمره ماني بعانده، والله يجعلني ما افقده، والله يجعل ربي يخليه لي ان شاء الله ويرزقني بره. ما هو بعناد انك تشوف ان الانسب انك تسوي كذا. ايه ابوي الله يطول عمره، ابوي بعد يعاند الله يطول عمره يخليه لي. فكل ما قلت له كذا قال لا ابيك تخلصي. طيب يبا جاني فيديو كذا بسوي كذا كذا، قال لا خلصتي بعدين روح خلصتي، واذا ما خلصتي خلصها في العصر عادي، اهم شيء تخلصي قبل. قلت ابشر، انا هو ما يدري اصلا انا خلصتي ولا خلصتي. فاذا راح معي احد من اخواني ولا شيء قال ترى راح نروح اول شيء كذا، هو يسأله ياخذنا ايه يعلمه. هذا اللي يصير. بس يا اخي علي انت غريب والله. ليه؟ يا اخي
مظهرك وهيئتك وتابعتك في البرنامج في العشرين يوم أو الحول الثلاثين يوم، كل الصفات اللي اكتشفتها في علي قبل ما شفتها هنا ولا 1%. العناد، العصبية، يعني بعض الأمور، كنت هنا هادي وحالك حال نفسك ولا أخي. وش الفرق هنا عن برا؟ زي ما قلت لك تجربة جديدة. خايف إنك تعصب، خايف إنك تعاند، خايف من كل شيء. أنا خايف أمي وأبوي والجماعة كلهم قالوا إحنا هاقين فيك هقوة، فنبيك تطلع في أحسن صورة. فمهو قصة إني ما طلعت شخصيتي، هذه شخصيتي، بس أنا ما صار عندي ردات فعل، صرت متحفظ. تتوقع جداً. عن قوة النسخة أخفت ملامح شخصية علي بن مناحي؟ لا، مو قوة النسخة، هو أنا ما أبغى أطلع خطأ قدام أمي ولا أبوي ولا أحد يتابعني أو ولا أخطأ على أحد من أخويا. هذا اللي في بالي، مع أن فيها أخطاء تجيني من أخوياي وأسكت منه، أتحمل، أقول له خلها عادي، غالي وأدري ما هو متعمد الخطأ ذا. متى تصير مو بعادي يا علي؟ عشان نشوف علي مو بعادي، متى نشوف شخصية علي؟ يا أخي ترى اليوم أحس في البدايات أن اكتشفنا شخصية لعلي غير 30 يوم اللي قضاها علي في القرية. شخصية اليوم يعني حلوة ومبهرة، رجل يجمع التناقضات، الزعل والرضا والحزن والفرح والقوة والضعف. ليش تخفيها؟ أنا ما أخفيها. أو أنها تخفى بقوة المتسابقين اللي معك، أو بأنك ما تدري وين أنت رايح. قلت لك أنا متشتت أول شيء، ما أدري وش أسوي، ما أدري وش أقدم، ما أدري. جيت البرنامج وقدمت أفضل من تقديم اللي هو المقابلة الشخصية الأول. قدمت كل ثقة وكل حماس. كنا متفائلين بيك كلنا، بس إن شاء الله يعني بإذن الله تشوفون شيء أفضل وأفضل. لو أنا والمتابعين اللي يتابعون الحين نقول يا علي قول لنا، خلنا نساعدك، كيف نقدر نجمع شتاتك اللي أنت متشتتة؟ كيف؟ علي يا طويل العمر داخل تجربة جديدة. شوف أنا ما كان أتابع قنوات واقعية كثير، فما أدري وش الصح وش الغلط في القنوات الواقعية، لأني أنا قدام الصح والغلط. الصح والغلط تدري وشو؟ إنك تعرف الصح والغلط. هنا واقعية، عش بالصح والغلط. إذا عرفت أنت الصح والغلط ما راح تعيش واقعيتك. مو قصة كذا، أنا إنسان أبي أطلع بالصورة الزينة. ما في أحد لو عنده أخطاء، عنده أغلاط، جل من لا يخطئ. علي مناحي ما يبغى يخطئ. طيب مثل ما أجبرتك الحياة أنك تخطي مع أخوانك، مع أهلك، مع أحيانا تجبرك. صادقة. أنا أتمنى أن أشوف أحيانا تنجبر على الخطأ، أنا بشوف شخصية علي إذا انجبرت على الخطأ كيف بتكون. شخصية علي يمكن تزعل أو أنت مع مقولة يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك، ولا أنت مع مقولة أنهم حتى لو استفزوني لم يجد السوء اللي يعتقدونه؟ لا، المقولة الثانية اللي هي وش؟ اللي حتى لو يستفزون يجدوا ما راح يلقون شيء سيء. لا، إن شاء الله بإذن الله ما يلقون إلا كل زين، بس شخصيتي بتطلع إن شاء الله. وأنا الأسبوع ذا طلعت شخصيتي، حتى اللي هو حمد المهان قابله، أعرف أنا من أيام التصفيات تقابلت وياه، قال لي أنت مبدع، لي أنت شوف إنك أنت أساس البرنامج، ولا أبي أدخل البرنامج لو أنت معي. دخلنا البرنامج قال لي ما أنت باللي خبرك، ما أنت باللي كنا نسولف أنا وياك برا. لي شخصيتك ترى أحلى من كذا،